السلام عليكم، معكم صابرين واهلا فيكم مره ثانيه بفيديو جديد. نسيت احطيتي في الشاشه. امس كان عيد ميلاد سبيسون 20 اعتقد او 21. كيف سبيسون اصاب مني؟ اوكي، كل الاحوال قررت بهالمناسبه انه استرجع ذكرياتي مع سبيسون وارسم الشخصيات اللي كنت احبها وانا صغيره وارسم سكتشات يعني ودي اعمل حاجه بسيطه وعشوائيه. يلا نبدا. ترى هذا المرسام من الفيديو اللي قبل ترى ما راح حبيته. اول ما يجي في بالي سبيستون، تدروا ايش يجي من الانمي اللي يجي في بالي؟ يمكن بعض ما يعرفوا انمي اسمه ثابتون. ثابت انه اسمه اكيد، خلوني ارويكم اياه، احط لكم صوره له في الشاشه. ماني عارفه ليه بس كان انمي ثابتون اكثر الاشياء اللي كنت بس كنت سنب عليها، كنت مره احبها. فتره العيد بالذات كان يجيبوا انمي ويعرضوا 6 حلقات ورا بعض، فكنت اتابعه، كنت اتابع الاعاده حقته كمان. وعلى فكره لو سالتوني ايش قصته ما حعرف. 3 ابطال، واحد شعره اشقر اذكر، واحد شعره واثنين شعرهم كحلي. القصه كانت عن طلاب محققون اعتقد. تدروا ايش يذكرني هذا الانمي؟ نتابع انمي اوران هاي سكول، مره يشبه انمي اوران هاي سكول بس على طلاب ابتدائي. نسخة من أنمي أوران. أوه ماي جاد، كل ما أتذكر الشخصيات والأحداث في هذا الأنمي أتذكر أوران. خليني أحبرها. لا تستغربوا من شكل المساحة كلها شطرتهم، لأن مجرد ما ينفك الغلاف عن المساحة بصراحة أرمي المساحة، مرة ما أحبها. طيب نبدأ التحبير لأنه أنا ناوية ألونها بصراحة. هو يبين ورد كبير بصراحة، عيونهم مرة كانت تشبه فرسان الأرض، فيها هذا البحر الكبير. يس، أيام زمان، العيون القديمة هذه اللي زمان كنت أرسمها. راح ألونها ألوان كحلي طبعا، أحط ورقة عشان ما يطبع. ما هو ذا اللون أكيد، لا أوي، اللون أصفر هذا بصراحة بس ما عندي غيره. الألوان الثانية نشفت بس صار أصفر. شعره كان كحلي، المشكلة ما عندي أنا لون كحلي. أزرق مرة، يمكن أحط فوق لون ثاني. خليني ألون كذا بعدين هستخدم الهيدرول. عينهم صعبة، مليانة لمعة كذا كذا. في لمعة ثالثة المفروض إنها بدلاً مع الكرافتة نفس اللون. يمكن أغمق الكرافتة شوية. إيش بدي ينادوها؟ كرافتة؟ كرافتة؟ ما أدري. الكاميرا طالع يحزن. ترى والله قدام عيني طالع أحزن. أنا كارها لون عين، لون عينه غلط. أنا أسفة، ما يشبه له، مرة زعلانة. أكثر شخصية تحمست أرسمها والله. الأنميات القديمة أذكر كذا كان لمعات شعرها، ما أدري لو سووها الحين، اللي تكون حتى بشكل بالطريقة. أرسم أنا وأخي؟ يس، خليني أرسمه. مورا هذا ولا أكيرا؟ أكيرا، أكيرا، خليني أكتب. تدر ما كنت عارفة اسمه بس انت مورا لبيب. خليني ارسم وسيم. تذكروا ود اسمها كان او مجد؟ ود ولا مجد؟ هي اكتر شخصية احسها كانت تمثلني، مرة احبها. وما كانت تتكلم، ما اذكر انه كان لها صوت صح؟ انا اذكر في وسيم عيونه الكبيرة زي كذا يمكن. ما يشبه له، إذا كان شعر طويل زي كذا أعرف أرسمه.
لكن الشعور هذه مرة ما أعرف أرسمها. أنا أسف صح؟ سبيستون ما بطلت أتابعها إلا في بعد الثانوي، لأنه سبيستون مع سبيس باور، لو اللي يعرف سبيس باور كنت أعشقها كرهتها. وسيم سامحني سامحني أكيد صح؟ أحس لو عدلت عينه بس جبت الشكل صح. أيوة لمعة العيون الكبيرة أكثر حاجة مشهورة في الأنميات القديمة. أذكر حلقة خربت العين أذكر حلقة حلقات من حلقات الكرتون هذا أنا وأخي، المشاهد اللي أذكرها كانت مشاهد عشوائية. أذكر لما صفع أبوه، من أكثر الحلقات اللي أذكرها يوم كان يقول إنه يكره أخوه، ولما الأب كان بيتزوج واحدة أعتقد هذه يمكن في الحلقات الأولى، ما أعتقد كانت حلقة بعيدة. فلما لاحظت أني شوية مشاهد وشوية درامية، إنه بعد ما توفت أمه سامي صار يمسك مسؤولية المفروض ما يمسكها لطفل بعمره، المفروض اللي بعمره يلعب يطلع يتمشى، بس هو لأنه أمه متوفية صار أغلب الوقت يعتني بأخوه الصغير والأب يكون يشتغل برا. فيعني هو أكيد طفل، هو في النهاية مراهق، ما حيفكر أنه مثلا أبوه يشتغل وما في أحد في البيت. فكانت حلقة دي مرة حزنتني، أنه قال عن أخوه الصغير أنه يكرهه لأنه الاتنشن أو الشعر ما أكله الاهتمام ما صار منصب حوالي زي أول بسبب أخوه الصغير. الحين صار عنده طفل المفروض يهتم فيه. بس أذكر حتى لما كان يحاول يذاكر يحاول يجيب درجات عالية، الأب ما كان مهتم، أو ما كان مهتم، كان مركز في حاجات تانية ونسى أنه ابنه الكبير شايل حاجة المفروض، أو شايل هم المفروض ما يشيله. فهذه الحلقة أحس للأطفال حيشوفوا أنه أيوة الأب اللي ضرب ابنه وكذا، لكن لما تابعته أنا كبيرة حسيت أنه زعلت على أذكر لما كان يقول أنا أكره وسيم، وكنت صغير ما أطيق ما أطيقته لما قال كذا، أنه إيش بك تقول عن أخوك اللطيف كذا. لا بس يعني لما تابعته تاني مرة كان فكرته ظلامية وتحزن شوية. الأنمي أحسه ينفع للكبار لأنه تمثل مشاكل الكبار، ممكن أو خليني ألون المرة الجاية بعدين أحبر، ممكن أعمل كده صح؟ ففي حلقة أذكرها كانت كمان تتكلم عن غيرة الأطفال ببعض، دماني عارفة لا تذكر حلقات، بس هي كان طفل صغير يشبه مجد شعره أفتح من كده، لا جسمه كله غلط أعتقد هذا الشعر. في كان عندهم جار متزوجين قريب يعني، وعندهم طفل صغير رضيع كان يجي البيت، فكان يغار منه وسيم لما ياخذ منه الالعاب ويلعب فيه. فهذه حلقه احس كمان انه تنفع الكبار بحيث انها توجه رساله انه المفروض تعطوا اهتمام كمان للاطفال الكبار، انه غلط لما يكون في طفل صغير وجاء طفل اصغر منه كان يعني يحصل على اهتمام زي فكره وسيم، انه يحصل على الاهتمام فتنسى تعطي الاهتمام للولد الكبير. حاجة تعمل غيرة، هذا مفاتيح بلون ضغط، ما أدري أنا إيش قاعد أتكلم عن إيه. المهم إنه أنا وأخي من الأنميات اللي كنت أبكي كثير وأنا أتابعها، لأن الحين ممكن لو تابعتها أحبكي، ما أدري أنا قد تابع خليتها أسوأ. خلينا عندي تحبير على السريع بس. ما أذكر كان عنده أسنان صح؟ أحس العين لما حددتها أكثر صار يشبه له، في لمعة طبعا هنا ولمعة هنا، ياي صار يشبه له مو مرة بس يعني أقدر أقول أنه هو كيوت وسيم. كيف نسيت كيف نسيت قد لمضينا القناص، كيف نسيته؟ أنا أعتذر بصراحة من
أروع الأنميات. أرسم مين؟ ما برسم كون، ترى ما أطيق كون. لا كوربيكا أرسم، كوربيكا ما أذكر قبل كده رسمته. قد أحب ملابسه كأنها صينية شوية. تابعت النسختين، النسخة القديمة والنسخة الجديدة، كل واحدة أروع من الثانية. مرة وأنا صغيرة كنت أتابع الأشياء هذه، ما كنت أفهم، كنت صغيرة إشي فهمني في عمق الشخصيات كذا. لكن لما كبرت وتابعت القناص القديم، خاصة كوربيكا، كوربيكا من أكثر الشخصيات المظلمة حسيتها في الأنمي، وتاريخها مع العناكب. كاميرا عندي كل 20 دقيقة يصير لها إيقاف تلقائي، فمرات أنسى نفسي وأنا أرسم، طبعاً عارفة أنا وقفت وين. على كل الأحوال أنا لونت شعر بلون أصفر وما حبرت، بتخليني ألون فوق الرصاصة أول، خليني ألون بشرة نفس لون بشرة، لأنه كان بشرة فاتحة كانت بشرة طبعاً. بس أنا ضيعت القلم، وين القلم؟ القلم وينك؟ ضاع اللون. قبل شوي كان في يدي. اختار رقم ثاني. أوكي، في عالم موازي قاعد يسحب لي الألوان اللي أحتاجها. حستخدم نفس لون مورا. إيش حسوي؟ حستخدم نفس اللون. لبسه كان أزرق. الشعر ماني عارف ارسم شعر، ترى من انا قاعد ارسمه من ذاكرتي، الا مش عارفه. هانتر القديم والجديد احس الفرق بينهم، ما احس في واحد احسن من الثاني، بس احس كل مخرج، ماني عارفه هو المخرج اللي قاعد يسوي ولا نفس كاتب المانجا اللي قاعد ماسك الانمي، ما اعرف صراحه. بس الاخراج اللي كان في الانمي الجديد مختلف عن الإخراج اللي في الأنمي القديم. ما هو اثنينها حلوة، ما في واحدة أحلى من أحد، بس كل واحد له طريقة يعبر فيها على الشخصيات. في فيلر، حلقة فيلر كانت خاصة للشخصية، قالها لهم بشرتهم بشرتهم كذا، زعلانة. كانوا يتكلموا عن الشخصية أكثر لما لقى سلسلة مدري حلق لقبيلته. قبيلته كانت هي القبيلة اللي عينها تصير حمراء، فكانوا يعني أعتقد يقتلوها عشان يجمعوا عيونهم الحلوة. ما أدري إذا كان في حاجة ثانية، أنا ناسي الأنمي، بس يبغالي أعيده. بس أذكر كان لأنه عينهم تكون حمراء فيكون شكلها زي الحجر، حجر زي الأحجار الكريمة، فكانوا يجمعوها أصحاب السوق السوداء يمكن، ما أدري. واحد لما يشوفها بيعرف أنه كوربيكا، أنا هذا أهم شيء صح؟ بليز قول أنه يبان هو كوربيكا. قلب أخليه بالأحمر. أوبسي أوبسي، خربتو خربتو خربتو، ما زلت مستمرة. أوكي، مو فرحتها مرة، ماني عارفة ليه قاعدة أكتب أسمائهم بس قاعدة أكتبها. طيب إيش أرسم يا ربي؟ إيش أرسم؟ من يعرف كيف يكون محبوبا بين الناس. دقيقة، كانت داخل نظارة. يب، خدودها كانت كبيرة وأنفها كبير. بعدين كذا كنت أحب أغاني هذه العراوز. ما كان عبارة عن حلقات حسب ما أذكر. فستانها كان في نفشة كده، نفشة اوكي، ترى انا حبتها في مشكلتها. اوكي هذه ما حخبص لون بشرتها لانه حبتها اكتر. ابغى لون البشرة اللي ضيعته، وين راح؟ لقيته، ده بعيني العمياء. Oh my god. ما يتمسح، ما يتمسح. فستانه كان أسود من هنا، أذكر. نايس، اللون ناشف.
فستانها في الصورة نقش يا شيخ، ما فيها نقش حاجة. على أمل لما أحبرها في جمع الرسومات أعتقد حنرسم آخر رسمة. ويت ويت، لا 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 لا، عرفت إيش حرسم؟ أنا كنت حرسم نقش في واحد كنت أحبه وأنا صغيرة، هذا اسمها إيه بالمناسبة؟ تعليقات ما أذكر اسمها. حرسم بي بليد إن شاء الله المكان اسمه بي بليد، أهم شيء كان اسمه طارق أظن، أنتوا قولوا لي اسم الشخصية أنا ما أذكرها. فالشجاع ضيف التحدي والكتاب كذا يمكن، مش عارفة أرسم الشعر، شعورهم مرة في كل مكان أحسها كذا، رايحة هنا رايحة هنا، شوي ذكرني بلبس كورابيكا، وكان أيوة الينغ واليانغ، إيش الندوة هذه اللي كذا شكلها، أعتقد الينغ واليانغ، ممكن أنا قاعدة أخترع كلمة من راسي. هذه الأماكن الصغيرة هالمرة راح ألونها بالخشبي، ما حخبص الدنيا. نو نو، هذا حتى لما كنت صغيرة أذكر أحسبه بنت، ما أدري هو بنت، خاف يطلع بنت من جد، زي سؤالي على بروبيكا، كان يعجبني، كان يعجبني شكله لأنه شكله شبه البسة شوية. أنا دائما أشوف فستان، لا أسفة، من الأنميات اللي أتابعها كنت هو يويو، اسمه إيش كان؟ سوبر سونيك سبينال، ياس، كنت أعشق وأنا صغيرة، صار فستان والله، أوه ماي جاد، أنا أسفة. أصفى. هو كذا كان كذا بعدين كذا، وهنا اللي تحت بنطلون أزرق، حيبا تتبعين إن شاء الله، بس راح ألون فوقه طبعا بالألوان الخشبية. أعتقد كان أسمر يعتبر، ما كان فاتح بشرة، قاعدة أرسم بشكل جدا خفيف عشان الحبر ما يتحرك، غالبا إعادة التحبير راح تنعش الرسم الجديد. صراحة أكذب عليكم إنه كنت أحب الأنمي ذا، كنت أحب الأنمي عشان أغاني بس، كنت زي ما قلت لكم كنت أتابع الأنميات كلها عشان الأغاني. الحين شوية حنوقد الرسمة يعني أعيد أحبر. في حاجة زي الحزن، بس العينين بعيدة عن بعض، مو أحس إلا أصلا بعيدة عن بعض. يو هنا يمدينا ألون الحبر، بس مرة رسمة عشوائية مرة كذا. أعتقد خلصت الفيديو، أنتوا إيش رأيكم بالرسمات اللي رسمتها؟ اللي حاب يشوف بارت 2 أو جزء ثاني من نفس الفيديو، من نفس الفيديو أرسم شخصيات سبيس، اكتبوا لي في التعليقات إيش حابين أرسم شخصيات. يب، شكرا على المشاهدة، ولا تنسوا لايك والمشاركة، أشوفكم في الفيديو الجاي، باي.